مساء الخير. من بين القواعد يلي لازم نعتمدها بممارسة الحياة إنه ناخذ الحياة بنوع من الجنون، مو الجنون بمعنى سلبي، بل الجنون يلي بخلينا نمارس نصيبنا من الحياة بنوع من العبث، وهي الممارسة بتتطلب إنه ما نعير الحياة أدنى اهتمامنا، ولكن بالمقابل ما نكترث لكل شيء من شأنه إنه يعيق مسارنا بالحياة ويخلينا نندب حظنا العاثر فيها، وإنه ما نتوقف فجأة بمجرد ما يتم عرقلتنا لأي سبب من الأسباب. يسعد مساء كل يلي عم يشوفونا، ومساء الخير لك ورد. مساء الخير لك يا مشلين، حلوة الكلمات كتير اللي بلشتي فيها. تخيلوا نجمد وما عاد نجن بهالحياة، إنه نمارس الحياة بجنون يعني إنه نستمر بالحياة بكل شي فيها من أحزان ومآسي وهموم، وإنه نقبل كل هالمواضيع مع بعض البعض بكوكتيل الحياة ونعتبره جزء لا يتجزأ من مسارنا داخل عمرنا. وهذا الجنون هو اللي بيخلينا نبتسم بكل مرة بيتوقف فيها قطار حياتنا بسبب عطب مثلاً ممكن يكون خارج عن إرادتنا يا مشلين. فطلب المزيد من الحياة بهالحالة يعتبر المزيد من الجنون. يعني نحن نتمنى لهم انه يكون في حياتهم مستقره مع رشه جنون، لانه هي اكيد بتحلي الجنون الفعال، خلينا نقول تماما الايجابي والفعال. ان شاء الله حياتكم كلياتها بتكون طاقات ايجابيه ونشاط يا رب. شو عناوين حلقتنا لليوم؟ خلونا نعرف. الصائمين ببلشوا إفطارهم بالشوربة يلي تعتبر مصدر غني بالمياه، إضافة للمعادن والحصول على كمية كبيرة من الفيتامينات لتعويض كل شيء خسره الجسم بالنهار. فشو هي أهم فوائد الشوربة للصائم؟ نتابع سوا بهالتقرير. الشوربة على الإفطار وجبة خفيفة ومفيدة، بترطب الجسم وبتعوضه عن الفاقد خلال ساعات الصيام. فتناول الشوربة على الإفطار بيساعد على تسخين المعدة ومنع أي مشكلة من مشكلات انتفاخ المعدة أو عدم الراحة، وتجهيزها لاستقبال الطعام دون الشعور بالتخمة. الشوربة بتساعد المعدة على تلقي الطعام بشكل جيد ومنع عسر الهضم بشكل أكبر، وهو أمر ضروري بالصيام بسبب التغير بنظام الغذاء، لهيك ينصح الخبراء بتناولها. يساعد طبق الشوربة على حماية الجسم من الجفاف خلال شهر رمضان، حيث تحتوي على كمية كبيرة من السوائل. وأخيراً، الشوربة تجعل الشخص يشعر بالامتلاء الذي يمنع من الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي تساعد على إنقاص الوزن الزائد. يعني مثل ما شفنا بالتقرير فوائد الشوربة وقديش فيها مواد غذائية ومهمة، وخاصة للصائم وقديش لازم يبلش وجبته فيها، ولكن بعد الشوربة لازم يكون في أكلات كتير طيبين، وخاصة جيل الشباب يلي رح يحب أكلاتنا كتير كتير اليوم، ويلي رح يقدمهم شيف علاء. مساء الخير شيف. مساء النور مشلين، كيفك؟ شباب لك الأكل اليوم، حاسسته شباب لك يا الآخر. كيفك أنت شيف؟ الله يسعدك، والله تمام الحمد لله. شو رح نقدم اليوم؟ اليوم
رح نرجع نعيد الجراتان بس مع الدجاج. السبق المرة الماضية قدمنا جراتان مع الخضار. صحيح. اليوم رح نقدمه مع الدجاج وفي هيك شوية حركات حلوة بدنا نساويها مع الدجاج. بالإضافة للعجينة البيتزا وصوص البيتزا كيف يتحضر والبرك المشوية. حلو حلو. يعني أنا قلت شباب ليك الفكرة أنه كل الشباب بيميلوا لهي الأكلات أكثر من الطبخ، بس اليوم الأكلات لا والله بدأ الكل يكون يعني حابب وحابب يتعلمها. أكيد الجراتان عالم كتير بتعملها بأشكال مختلفة. صحيح. ومواد مختلفة جواتها. اليوم نحن شو بدنا نستخدم؟ اليوم أنا في عندي جايب فتايل الدجاج، بس فكرة أنه فينا نستعمل هذا الشكل، نعمله بورق السلوفان هذا الشكل، ونجيب فتايل الدجاج منحطهم منسطرهم جوا مستطيلات. طبعا بتكون لها تتبيله يعني معينه، مو شرط معينه، اي شيء بيحبه الواحد فيه يتبل. نكهه الباربيكيو تكون ظاهره، نكهه الخردل. تمام. هون شو استعملت شيف؟ هلا انا حطيت هون بهارات، تشكيله بهارات خفيفه، لانه انا بدي اخذ اسا نكهه الكريمه ونكهه الحليب والنكهات اللي بدي اضيفها، فما كترت كثير بهارات، بس حطيتهم بهذا الشكل. تمام. بدي احطهم بالفريزر لحتى ياخذوا تجميد كامل. انت بدك يعني يحافظوا على هذا الشكل، على هذا الشكل بشكل مستطيل. طيب. تمام. بتتفرز تقريبا لتاني يوم. بتكون كثير صلبه. بعدين بنحطها طحين بالبيض، بطحين وبتنقلها قلي كامل. تمام. بعدين بتتقطع بتطلع منظرها حلو كشكل، تاخذ شكل تنحط على الجراتان بتعطينا كثير شكل حلو. حلو. وفينا نشويها مباشره بالمقلاي وفينا نحطها بالفرن. تمام. فانا اليوم عملتها بهي الطريقه ومحضرها. هلا انا مجهزها. محضره ومجهزه. حلو كثير. معناتها رح نعيد الطريقه شيف، رح نحطهم بهدول المستطيلات بالسلوفان على شكل مستطيل، بتتجمد لتاني يوم او لعدد ساعات منيحه، بعدين بننزلها بنغطها بالبيض بالطحين، بعدين بعدين من بعدها بتبلش تتقطع لحتى نعطينا شكل. يعني دائما شيف علاء بيحاول يخبرنا اكثر الشغلات يلي نحن بنشوفها بالمطاعم حابين نعملها ببيوتنا، يعني كيف بيتفننوا بالمطاعم بشكل الوجبه. هيك انت بتعمل الاكله بالبيت بتعرف شو عم تاكل كثير منيح مع شكل حلو. اكيد. هلا بدي اعمل صوص البيتزا قدام المشاهدين. صوص البيتزا هو عباره، حطيت انا عن زيت زيتون، لازم تكون كميه وافره. هلا انا بدي استعمل 5 حبات بندوره، تقريبا بحط لهم 4 معالق زيت زيتون، ونحط تقريبا 3 حبة ثوم مقطعه بهذا الشكل. 3 حبات ثوم مقطعين. اوكي. نحن بنعرف نكهه صوص البيتزا بالثوم لازم تكون شوي ظاهره. باخذهم شوي انا بالزيت، ما بخليهم يشقروا ميشلين، شوي صغيره بس، بس شي تطلع النكهة على الزيت دغري، مو ليدبل يعني. لا. اوكي. طبعا هلا بحط البندورة، البندورة انا مقشرة ما فيها قشر نهائيا، واذا كانت مسلوقة شوي ما بيأثر، بيكون افضل. تمام. بنحط البندورة. بنسهل وقت طبخها يمكن. طبعا انا رح احطهم بالتتابع، بس بده يكون في مراحل طهي بيناتهم، انا رح اشتغلهم شوي بسرعة. طبعا انا بدي اوصل لدرجة غليان البندورة. بعدين بضيف الكاتشب، كلياتنا بنعرف الكاتشب وطعمته الحلوه، بنحط تقريبا 2 معلقة كبار. هلا انا المعلقه معي صغيره، بحط 4. بعيرك معلقه من عندي؟ لا، هي بدي اشتغل فيها شوي. طيب. اوكي. نكهه الاوريجانو على البيتزا اساسيه جدا. تمام. مع الصوص، وبس ننتهي منها كمان بنرش على وش البيتزا أوريجانو. اكيد فينا نستعمل بطبخ الصوص الزعتر الاخضر كمان، بيعطيني نكهه كثير طيبه. بتستعمل زعتر اخضر ما انا اوريجانو؟ فينا نستعمل الزعتر، فينا نحط حبق فريش اذا في متوفر حبق فريش. صحيح. كمان بصير. طبعا بدي كمان الحلاوه تطلع اكثر، فمنضيف سكر تقريبا هي الكميه. هاي جديده علي بقى، سكر على السكر. الصوص مو ملح. السكر بده صوص؟ لا ما بده ملح. بالاضافه للخل الابيض، خل ابيض تقريبا 2 معلقة. شو السبب انه بنستعمل خل ابيض؟ هلا الخل الابيض يعني بيثبت النكهه، في له حرقه كثير طيبه. بس يعني يكون خفيف، ما ممكن نستبدله بخل التفاح. لا، حصرا خل ابيض. فينا نحط خل تفاح، بس بدها تصير الكميه اكبر. اكبر. هلا عندي الصوص تقريبا مواده صارت جاهزه، بدي اتركه لحتى يغلي كثير 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 منيح، بس انغلى بعدين بنصفيه بالمصفاي وبناخذ نحن الكريم تبعه.
بيطلع بشكل كريمي. طيب اكيد رح نشوف هلا الشغلات يلي رح نكملها. بدك تعمل شيف شيء قبل ما نشرب الفرد؟ بس بدي اخلط العجينه كمان مشان تاخذ رياحتها. طبعا بدي احط انا نص كيلو طحين. بهي الاثناء انا بستعمل الماء الدافئ مشان خمر الخميره. فالخميره دائما انا بحط الخميره مع السكر بماء دافئ بهذا الشكل. قديش بنحط سكر تقريبا شايف؟ هلا نص كيلو تقريبا بنحط معلقه سكر صغيره ومعلقه خميره صغيره. طيب هلا انا بضيف مع الطحين بحط كميه الملح رشه خفيفه وبحط شويه زبده دائبه. هاي الخميره العجينه السريعه. هاي العجينه السريعه. أوكي. تقريبا ست البيت فيها خلال نصف ساعه بتكون عندها الخميره جاهزه. تفخ العجينه تمام. هلا انا بعد ما حطيت الملح مع الزبده زيت الزيتون من ضمن المكونات بس بدي استعمله بالصينيه او ادهن اطرافها. طبعا بعمل الفجوه وبضيف الخمير مع السكر له فتره تقريبا 10 دقائق مخمر صار جاهز اني اضيفه بهذا الشكل. تقريبا نسبه السائل اللي بحطها انا بدها تتناسب مع كميه الطحين. يعني تقريبا لنص كيلو طحين نحن هلا عم نستعمل كانت كاسه تقريبا كاسه فيها نص معلقه معلقه خميره صغيره مع معلقه سكر صغيره. تمام. هلا يمكن يتطلب مني اني احط انا الصمي. فيني استبدل بهي الاثناء اني انا اضيف حليب بدل كمان فيني اضيف حليب. تمام. يعني هي ست البيت بتقدر هذا الشيء حسب كيف عم تمسك مع العجينه لسه عم تلزق او لا. تماما. هلا شوفي هيك بدي كل يوم نازل عجن ما هيك شيء. هلا شوفي هيك كمان اسا بدها شوي فيني حط حليب. فينا كمان نضيف لها بيض. البيض بيساعدني اثناء اني اخبزها بالفرن تنفخ اكثر. هلا هي ما بتنفخ معي بتنفخ بس على نسبه الخمير اللي حطيتها. يعني الاشخاص اللي بيحبوا العجينه سميكه بالبيتزا ممكن تستعمل بيضه كامله او صفار بيضة. لا البيضه كامله. اوكي البيضه كامله هيك بالخبز بتنفخ اكثر. هلا تقريبا بدي انجز يلا كل اسراركم عم تنكشف. طبعا بس بدي اخبرك انه نفس العجينه انا رح اعمل منها البرك المشويه نفس العجينه. أوكي. تمام. برك قلت لي شو رح تحشيهم؟ البرك كمان جبنه موزاريلا اشقوان اللي بتعرفها العموم. هلا بدي اعجنها انا واستنى الصوص ليجهز. الجراتان رح نعمله لانه سريع التحضير. طيب بهذا الوقت رح نرجع لعند ورد لنشوف شو محضر لنا وانا وياك شيف رح نبلش نجهز بالعجين وبالصوص. خليكم معنا لنشوف ورد شو محضر لنا. شكرا لنشلين وشكرا شيف علاء. مشاهدينا رزق الناس مقسوم ونصيب من هالدنيا ايضا موزع بعدل الله عز وجل. كثير من الاحيان منركز طاقاتنا تجاه موضوع معين او عمل واحد فقط لكن هذا الموضوع ما بيتحقق وكثير من الأحيان منسعى ومنشتغل لكن للأسف مصيبة معينة لا سمح الله أو عرقلة صغيرة ممكن تلغي كل شيء عم نسعى له. وبالمقابل كثير من الأحيان أيضاً منلاقي حالنا بمكان ما كنا نحلم فيه من قبل ومنشوف أنه رب العالمين فضل علينا بأكثر ما منستاهل بكثير. وهون منقول عبارة الإيمان بالقضاء والقدر ضرورية جداً يلي رح نتناقش فيها مع فضيلة الشيخ مازن سلوم عضو الفريق الديني الشبابي. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية ورمضان كريم مجددا علينا وعليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. آمين يا رب. الله كل خير والعفو والعافية إن شاء الله بإذن الله. اللهم آمين. أهلا وسهلا. الإيمان بالقضاء والقدر نعم. عبارة خليني أقول شوي فلسفية شوي نعم. دينية شوي اجتماعية نعم. وعقلانية نعم. كتير نعم. ولكن شو تعريف القضاء وشو تعريف القدر وشو الفرق بيناتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أستاذ ورد أنه التكلم عن القضاء والقدر هو أمر مهم جدا جدا ومن المهم جدا أن يعني نفصل في كل زاوية من زواياه. طبعا ما أعتقد أن الوقت يعني سيسعنا من البداية نتكلم. نستثمر كل دقيقة لكن نحتاج أنا أدعو أولا قبل أن أنسى أدعو كل إنسان أن يقرأ في هذا الموضوع جيدا. وهذا الموضوع كتب عنه كثير من أهل العلم والفضل أمثال الدكتور يعني الشهيد السعيد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وغيره مثل كبرى يعني اليقينيات الكونية. هذه الكتب الموجودة أنا أرجو من الجميع أن يقرأ عن هذا الموضوع. القضاء والقدر بكل بساطة لو أردنا أن نتكلم عن كل كلمة لوحدها، القضاء يتعلق بعلم الله تبارك وتعالى. المولى عز وجل يعلم كل شيء ما كان
وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. يعلم كل شيء المولى عز وجل. القدر هو فعل إيجاد هذه القضايا التي تتناسب مع هذا العلم. إذن القضاء هو علم الله عز وجل بكل شيء ما كان وما سيكون. القدر هو إيجاد الله تبارك وتعالى للأفعال، للقضايا، للأمور التي تتناسب مع علمه تبارك وتعالى. واضح؟ طيب. هذا التعريفين وهذا الفرق الذي بينهم. يعني هلأ تبين الفرق بيناتهم. نعم. ولكن منقول نحن ما لي نصيب. نعم. ما في اسمه ونصيب مثلا. نعم. أنا إذا هاي السيارة مثلا من اسمتي فرح تجيني لعندي لأنه مكتوب. تمام. باللوح المحفوظ. تمام. إنه فلان مثلا رح يشتري هيك سيارة أو. تمام. فلانة رح تتزوج من فلان. تمام. كلامي لحد الآن سليم؟ تمام. يحتاج إلى بعض التفاصيل ويحتاج إلى من قليل من الكلام. أولا المولى تبارك وتعالى لو أردنا أن نتكلم عن أفعال الإنسان لكان يجب أن نتكلم عن نوعين من الأفعال. هناك أفعال ليس للإنسان أي عمل بها ولا أي تصريف بها أبداً، هو لا يستطيع التحكم بها أبداً، هي محض عمل أو أمر من الله تبارك وتعالى. مثلاً يعني الموت، الحياة، حركة القلب، الأمور التي لا تستطيع أنت تتحكم بها في حياتك. هذه أمور ليس لك أمر فيها. في أمور قضايا أخرى ربي عز وجل أوجدها تستطيع أنت أن تتحكم بها. بمعنى آخر حين نحضر مثال، هناك دائرة ربي عز وجل خلقها أنت لا تستطيع أن تتحكم فيها وليس لك شأن فيها، لكن هناك دائرة أخرى لك الخيار في التعامل معها. طيب سنشبه تشبيه بسيط إذا سمحت لي. تشبيه أكيد بسيط طبعاً. لو أنت عندك بالبيت يوجد مثلا قفص في بقلبه عصفور، في بقلبه عصفور، هذا القفص فيه هذا الكائن اللطيف يأكل ويشرب، هو لا يستطيع، هو موجود في الداخل في هذا القفص. لا سمح الله مثلا هو يعني أوقع الطعام أو ربما شرب أو ما شرب، أكل أو ما أكل، طار أو ما طار ضمن هذا القفص، هو يستطيع أن يفعل ما يشاء. يعني ضمن حدود معينة ضمن هو حر بنفسه، حر بالتعامل وبتصرفاته وبأفعاله. طيب. لكن لو أنت صاحب القفص بالبيت مسكت هذا القفص وأخذت به إلى وضعته في الصحراء، ماذا يستطيع أن يفعل العصفور؟ لا يستطيع. لو أخذت هذا القفص وضعته أمام هواء بارد، لو وضعت هذا القفص في الثلاجة ما يستطيع أن يفعل شيء. إذن هناك العلم الشامل والأوسع الذي يعلمه المولى تبارك وتعالى هذا ليس لنا فيه تصرف أبدا. هو رب العالمين، هو خالق الكون، هو من بيده ملكوت السماوات والأرض. لكن المولى عز وجل هو الذي قال في القرآن الكريم، قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فأعطانا حرية في تصرفاتنا، أعطانا حرية في تعاملنا. شايف؟ يعني المولى عز وجل، وهذا يعني ولله المثل الأعلى، أحيانا مثلا ومثال آخر يكون عندي مثلا طالب أنا موجود في الصف، طالب في الصف موجود، هذا الطالب أنا أقول له دائما أدرس، افعل، لا يعني عليك أن تجتهد، عليك أن تفعل، ثم بعد ذلك أنا أضعه في الاختبار، أضعه في الامتحان. شايف؟ طيب رسب هذا الطالب، أنا يقول لي هذا الطالب مثلا أنه أنا يعني أنا رسبت بسبب الامتحان لأنك فعلت لي هذا الامتحان، أو أنا طول الوقت أنا أقول له عليك أن تدرس، عليك أن تنجح. هناك إذن قضية عامة شاملة لا أستطيع التحكم، لكن أستطيع التعامل مع إيش؟ طيب مع أنا ما أفعله في الحياة. يعني أفكار كتير عم تتداعى. طيب. فبدنا نرتبها مع حضرتكم. اليوم رسب هذا الطالب. نعم. رسب قضاء وقدر. نعم. صح ولا لا؟ قضاء وقدر، أولاً قضاء وقدر في علم الله عز وجل نعم، لكن المولى عز وجل أعطاك حرية الاختيار في أن تدرس أو لا. طيب تدرس. معناته هل يمكن رد القضاء؟ يعني اللي نفترض أن الله عز وجل. نعم. رسم نهج حياة بني آدم من ولادته لوفاته لنفترض 70 سنة. نعم. مثلاً. نعم. بعمر 40 سنة هل يستطيع يعمل قلب نوعية بحياته ويكون قضاؤه مكتوب باللوح المحفوظ وهو يقلب قضاؤه لأنه هو مخير في قضية في قضية تغيير القضاء؟ يقول أهل العلم، يقول أهل العلم وأهل يعني هذا الاختصاص، يقول قضية القضاء لا يمكن أن تغير شيئا من اللوح المحفوظ مما ربي عز وجل كتبه في لوحه المحفوظ. ليه؟ لكن يمكن أن تغير فيما كتب في صحف الملائكة. في صحف الملائكة.
شايف؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مثلا علمنا في دعاء في صلاة الاستخارة، لما الإنسان يعني يسأل الله عز وجل في أمر من الأمور، ثم يقول هذا الإنسان يقول يعني إن كان فيه خير فاقدره لي. فاقدره، شو يعني فاقدره لي؟ يعني ربما ما يكون هذا الأمر، لكن ربما يصبح هذا الأمر موجود. هناك أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية إمكانية يعني الإنسان في أن يغير يعني قدره، يغير قضاءه، ليس الذي كتب في اللوح المحفوظ بل الذي كتب في صحف الملائكة. هذا مهم جدا. أيضا قضية مهمة جدا، سألتني سؤال، هل نستطيع أن نغير القضاء أو القضاء؟ نعم نستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف نستطيع أن نغير القدر؟ نستطيع أن نغيره بالدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام قال يرتفع الدعاء وينزل البلاء، ينزل البلاء ويرتفع الدعاء، قال فيتعالجان إلى يوم القيامة. ما ينزل البلاء ما دام هناك دعاء من الإنسان، هذا الدعاء قال يرفع به المولى تبارك وتعالى البلاء على الإنسان. الإنسان يستطيع أن يغير، أن يغير مما يعني ربي عز وجل، إذا فعل، إذا عمل، إذا اشتغل، إذا أراد. شايف؟ ربي عز وجل قال في القرآن الكريم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المولى عز وجل وضع في الإنسان سرا عجيبا، هو هذه المشيئة، هو هذه الإرادة التي يستطيع من خلالها أن يغير حياته. أنا عندما أريد يجب أن أنهض بعقلي، أن أنهض بفكري، أن أنهض بعلمي، أن أغير حياتي، لا أن أبقى. كثير من الناس كما تقول لا يعمل عمل آخر ويبقى في فقره ويبقى في عوزه ويبقى في جهله، الله كاتب علي ما أتعلم، الله كاتب علي ما أفعل. أنت كتبت على نفسك هذا. مرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أتوا إليه بشخص برجل قال كان يشرب الخمر، فقال له يا هذا، قال أقيم عليه الحد لأنه يشرب الخمر. فقال له يا أمير المؤمنين إن الله قد كتب علي هذا، كيف ستحاسبوني؟ تماما، أنا الله ابتلاني بالمعاصي، أنا الله كتبني شقي بهذه الدنيا. فقال لهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله قال أقيموا عليه الحد مرتين. لماذا؟ قال مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لا يريد بك الشر ولا يريد بك السوء. شوف قضية الخير والشر متعلقة بالإنسان، نحن بنقول خير وشر، أما عند الله عز وجل كل الأمور خير، كل الأمور لصالح خير. بني آدم. طب فضلت الشيخ، اليوم الإيمان بالقضاء والقدر شو حكمه بالإسلام؟ لنفترض أنا هذا الكلام اللي عم نتكلم فيه من بداية الفقرة جدا عقلاني وجدا وصل للقلوب والعقول، طب أنا إذا ما آمنت بالقضاء والقدر شو الحكم؟ معلوم حضرتك سيدي، لما أتى سيدنا جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية يعني الإيمان، فقال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر، هذا من صلب الإيمان، هو أمر لا يتجزأ عن الإيمان. فالذي لا يؤمن بالقضاء والقدر هو يعني إيمانه ما اكتمل، يحتاج أن يكمل إيمانه. الإيمان كل متكامل، كما هي الفضيلة لا تتجزأ، الإيمان لا يتجزأ، لابد أن يؤمن بكل هذه القضايا. فالإيمان بالقضاء والقدر واجب. القضاء والقدر أستاذ ورد مهم جدا، صدقني اليوم نحن في يعني كثير من الناس من يأتي إلي ترى أنه يعني تعيس الحالة، النفسية تعبانة، مزعوج من هذه الحياة، هو أمر واحد يجب علينا أن ننتبه إليه جيدا، هو أن ترضى عن قضاء الله وقدره. جاء في الخبر كنا نسمع من أشياخنا رحمهم الله يقول قال من رضي فله الرضا وأمر الله نافذ، ومن سخط فله السخط وأمر الله نافذ. هيك بالحالتين مشيئة الله. الأمور ماشية، لكن أنت عليك أن ترضى، وربما أحيانا وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. ربما الإنسان يعني لا يعرف ما الحكمة مما يجري معه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وسلم قال يعني من الناس أناس لا ينفع معهم إلا الفقر ولو أغناهم لطغوا، من الناس ما ينفع معهم إلا الغنى، شايف، ولو أفقرهم لبغوا ولطغوا. ربي عز وجل مقدر الكون ويعلم كل إنسان ما يحتاجه، بس سلم لله عز وجل، ارضى عن الله عز وجل، وكن سعيدا بما أولاك ربي تبارك وتعالى به، وستكون من أهل السعادة إن شاء الله عز وجل. فضلت الشيخ، كثير من الأشخاص يؤمنون بالمادة فقط، نعم، لا يؤمنون بالروحانية، نعم، واقع،
بيقول لك 1+1=2، كيف منرد على انه الانسان بيقدر يتحكم بامور وما بيقدر يتحكم بامور؟ ذكرناها، ولكن لنلخص اكثر بمعنى اخر، انا ما فيني امن انه اذا انا ما اشتغلت بدي ارزق. نعم. كيف بتقلي انه مقدر رزقك انت قضاء وقدر؟ اولا المولى عز وجل قال وفي السماء، مثلا نتكلم عن الرزق، فيقول ربي عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما تنطق في السماء انكم تنطقون. قبل ان نتكلم عن اي ادله، الحاله العمليه اليوم، الحياه اليوم تخبرك ذلك. الذي لا يريد ان يؤمن بالله او لا يريد ان يؤمن بالروحانيات او لا يريد ان يؤمن بالقضاء والقدر، اليوم الحياه تعلمه انه ليس لك غنى عن الله تبارك وتعالى. انا اريد ان اسال سؤال وربما نساله احيانا في بعض المجالس. استاذ ورد، قديش عمرك مثلا انت اليوم من دون ما نطالع هذا السر طبعا، يعني عمرك 20 30 سنه 40 سنه 50 سنه؟ اقل شوي اكثر. الله يبارك في عمرك مع الصحه والعافيه. انا اسالك سؤال واحد من بعد اذنك، قل لي متى تركك الله تبارك وتعالى؟ صراحه ولا إمتى مره الله ينسيك الله عز ولا وجل مرة ولا مره. انت دائما معك مال، دائما هيك مرتاح، دائما بصحه وعافيه؟ لا لا لا، لكن ربي عز وجل صدقني في احلك الاوقات سترى ان المولى تبارك وتعالى ينجدك. ذلك الذي كان يعني قال كان ملحدا وكان لا يؤمن بالله عز وجل، قال فإذا به يعني لما سألوه قال إذا هاجت فيك بك السفينة وكنت في وسط البحر ماذا تفعل، ماذا تدعو؟ قال أدعو الله. قال هو هذا المولى تبارك وتعالى. الإنسان مهما كان بعيد عن طريق الله عز وجل، لما تضيق به الدنيا يرى أن كل الأبواب مغلقة. الإنسان الملتزم وغير الملتزم، صدقني حتى الإنسان الغير مسلم، حتى الإنسان غير المسلم لما تضيق به الدنيا أستاذ ورد ترى أنه لا يلجأ إلا إلى باب واحد، هو باب المولى عز وجل، لأنه يعرف هو هذا الباب الذي لا يغلق، هو الباب الذي لا يرده أبدا. أنا كان بدي أوضح فكرة فضيلة الشيخ، الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني التواكل أبدا، الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني تقييد بالعكس. الحريات. كنت أسمع منك حديث منذ قليل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا دين تواكل؟ هذا دين عمل؟ هذا دين يعني نهضة؟ هذا دين يعني تقدم؟ هذا دين حضارة يريد منا أن نكون دائما نعمل، لا أن نتواكل، أن نتوكل على الله عز وجل، أن نأخذ بالأسباب، بل يريد منا أن نكون في مقدم. كنتم خير أمتين أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لذلك قضية الإيمان بالقضاء والقدر، يا سلام أنت أن تسلم أمرك لله عز وجل لكن أن تقوم وتعمل، أن أسلم أمري لله عز وجل لكن أن أتعالج، أن أسلم أمري لله لكن أن أقوم بما هو مطلوب مني في هذا المجتمع. تمام. لذلك نكون نحن متوازنين بين هاتين. طيب. القضيتين. يعني وصلنا للدقائق النهائية فضيلة الشيخ، اليوم مصائب كثيرة للأسف تحصل مع كثير من الناس. نعم. بعض منهم عندهم إيمان قوي بيسلموا لله، وبعض منهم إيمانهم يعني بده لسه هيك رصرصة مثل ما بيقولوا. نعم. كيف ممكن نستقبل المصائب اللي بتجي مثلا بحياتنا؟ سيدي أولا لما أنا أتكلم الآن عن الإنسان المؤمن يعلم أن كل ما يأتي من الله تبارك وتعالى هو خير، هو محض خير. عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن يعلم أنه ما من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها في قدمه إلا كانت مغفرة لذنوبه. المؤمن يعلم أنه عليه أن يسلم أمره لله تبارك وتعالى، وأن العاقبة في يعني في الدنيا وفي الآخرة الصبر والتعامل مع المصائب والتعامل مع هذه القضايا. هو يعني هي هكذا حال الدنيا. اليوم استاذ ورد على الإنسان العاقل والفهيم أن يعلم الدنيا، قال كما قال شاعرهم قال جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار، قال ومتطلب الأيام ضد طباعها كمن يريد من الماء جدوة نار. هذه هي حال الدنيا. آخر كلمة بهذا الموضوع، تصور لو أنك في الدنيا تمتلك كل المال، عندك أجمل زوجة، عندك أفضل أولاد، عندك أحسن سيارة، عندك أفضل عمل، عندك كل ما تتمناه في هذه الدنيا، والصحة ممتازة، لا في مرض، لا في هم، لا في غم، متصور هذه العيشة، متصور هذه الحياة، شبه جنة يعني. أنا أريد أن أسألك ماذا تريد من الجنة؟ لن أفكر في الجنة. لذلك تبقى الحياة ناقصة، دائما في إشكالية في الحياة.
كنت مرة أقول لبعض يعني الإعلاميين، كنت أقول له كلمة يعني تعجب، قلت على الإنسان لما يخرج من بيته، لما يخرج عليه أن يستعد لمفاجأة. أنت كل ما بتطلع من بيتك استعد لمفاجأة، ما بنعرف دولاب السيارة بنفس تفركشت، في شيء خبر مو حلو، يجب كل يوم أن تكون مستعد لها. لا أنت ولكن تفاجأ. ما تتشائم، استعد بدون تشاؤم. لا أتكلم عن التشاؤم أبدا، لكن أنت يجب أن تعلم طبيعة هذه الحياة، لأن الكمال المطلق لله عز وجل وفي الجنة. لله وفي الجنة. طيب. لا هناك لا هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، هناك عند الله تبارك وتعالى. الله يبلغنا اعلى مراتبه. بدي اتشكرك كثير لوجودك معنا فضيله الشيخ الغالي. ومعلومات لا يمل منها وفعلا غنيه وتثري كل يتقبل منا ومنكم، لكن هو موضوع مهم ونحتاج الى تفصيل اكثر فيه ان شاء الله عز وجل. لنا لقاء قريب. حياكم الله، اهلا وسهلا مشاهدينا. رح ننتقل مرة جديدة لعند مشلين والشيف علاء لنشوف وين وصلوا. تفضلوا. يعطيك العافية ولد، شكرا لك فضيلة الشيخ، اهلا وسهلا فيك. شيف بدنا نرجع لعنا ونخبر شو كنا نحن عم نعمل. العجينة طلعت، العجينة صار جاهزه، قرصتها انا الحجم اللي بدي اياه، والصوص عندي مثل ما قلنا اخذناه نحن عقدناه، البندوره استوت ما شفتي انا وياكي عصرناها بالمصفاي تقريبا وصلت لهي الدرجه. يعرض على الكاميرا، شايفين كيف؟ يعني أنا بدي لكم شغلة، اللي ما يمكن نحن بيوتنا ما بنعمل هاي الطريقة، بس بدي أخبركم إنه الشيف بعد ما البندورة استوت جاب مصفاية عادية، بس هي شوي هيك شكلها غريب عن مصافي البيوت، مخروطي مخروط تمام، وحط يعني البندورة والصوص فيها وصار يكبسهم لحتى تنزل المرقة وينزل شوي كريمي يعني أكثر، بعدين نرجع هلا أحطهم على النار. كل شيء زاد، ثوم، بندورة، نكبوا هدول. هلا بنحطها مشان تنشف ميتها. بهي الاثناء انا بحط مرق دجاج بريستو بهي الطريقه، بدي النكهه كلها تكون موجوده فيه. طبعا بنعرف نحن ماجي بريستو سريع الذوبان. هلا تقريبا مده 3 دقائق للخمس دقائق بصير عندي الصوص جاهز، رح ارفعه لعند المشاهدين يشوفوه اكثر، بصير مثل المعجون. تمام بهي الطريقه. بهذا الوقت شو بدنا نعمل؟ بهاي الوقت رح ساوي انا الجراتان مشان كمان بدنا نحطها بالفرن. يلا بدنا نبدل الجراتان، سبق وعملناه قبل بمره. هلا مبدئيا انت شايف بس سالق المعكرونه بمي وزيت؟ المعكرونه المي مغليه بدها تكون مع مي وزيت، زيت ابيض. بنحط المعكرونه بدها تقريبا 8 دقائق لل 10 دقائق بتصير جاهزه. تمام، يعني ما بنخليها تستوي زياده يمكن مشان ضل شكلها مناسب. نحن قلنا المره الماضيه استواء بدي اياه يكون الدنتي، يعني فيه قرطة شوي. أوكي. والما بتعرف انه بده يعرف درجة استواءها، بس بنقطعها من هون. هذا البياض عندي لازم ما يكون مبين فيه بياض، طالما في بياض معناته المعكرونة لسه ما استويت، لسه بدها بس بنجيب اي قطعة كيف ما كان شكلها السباكيتي يعني، بس بنقطعها هيك ببين عندي هون اذا بتلاحظي في بياض او ما في. هلا طيب. هون هلا هون ما في، معناتها انه درجة الاستواء كويسة جيدة حلوة. كمان هاي معلومة حلوة لكل ستات البيوت يلي عم يحضرونا، لأنه اوقات بتنتزع الطبخة من وراء استواء زيادة للمعكرونة حتى يعني الشكل بينتزع. اكيد. وبعد ما مطلعها من المي الغلياني ميشلين فورا بنصفيها بنحط لها زيت، زيت مشان ما ترجع تعود تلزق على بعضها. يعني زيت بالمي وزيت بعد ما صفيناها من المي. تماما. هلا بنضيف الحليب مشان ناخذ الصوص تبع الجراتان. طبعا برجع بكرر ميشلين، اذا كان الصوص عندي شوي سميك فيني رخيه بشويه حليب. المره الماضيه انا اخذت بصل نامي سلايزات طعمتها بالبصل، اليوم ماني مطعمها لاني بدي استعمل الدجاج، وفيني حطها يعني هالشيء ما بيمنع اني ما احطها. هي الطريقه. بضيف شويه حليب. شايف على اي اساس بتعير الكريمه؟ هلا انا والله حسب الكميه، يعني خبره صار عندي شوي. طيب يلي مو خبره شلون بده يعير؟ يعني تقريبا نص كيلو المعكرونه بده كوب. كاسة. بده كوب تقريبا. لنرخي الكريمه اذا شدت معي على الغلي بنستعمل عاد الحليب بدرجات متفاوته. بهي الطريقه بنطرها. هلا بلشت رح تغلي، بستعمل لها بس نوعين بهار، الفلفل الاسود رشي خفيفي، اذا في فلفل ابيض كمان بصير،
ورشة ملح. ملح وفلفل أسود أو أبيض؟ أو أبيض. هاي الطريقة. هلا بنحط الباستا كاملة. الطريقة. خليها تتشرب الكريمة مع الحليب. طبعا هلا بس ضمنت انه تشربت المعكرونه كلياتها او البيني كامل الصوص، بدي احطها بالبيركس. بنحطها بالبيركس. وشو بنعمل؟ بعدين بنحط فوقها قد نحط انه الدجاج، بعدين بنحط الجبنه ونفوت على الفرن الجاج. او بنحط الجبنه بعدين الدجاج ونفوت على الفرن. طيب. اللي بيحب يزين بالطريقه اللي بده اياها في بيحط. طيب شايف سؤال، رح تطبق المعكرونه بالبيركس جنب المشاهدين ولا بدنا نرجع نحن لنكمل باقي فقراتنا وبتكون انت خلصتها؟ لا بنرجع شوي لانه بدي اياها تاخذ تتشرب اكثر، فبدها وقت. وكمان بدك تورجينا شكل الدجاج كيف طلع بعد أكيد. ما طبعا انعمل مثل ما قلنا بالبيض والطحين. معناتها رح نكمل باقي فقراتنا ونرجع لعندك بعد شوي شيف. شكرا لك، يعطيك العافيه. يعتبر سوق الحرير من اقدم الاسواق بمدينه دمشق القديمه، فبيعود تاريخه للزمن الروماني. خلونا نتعرف عن هالسوق بهالتقرير. سوق الحرير هو سوق يعتبر من أقدم الأسواق بمدينة دمشق القديمة، ويرجع تاريخه للزمن الروماني. والسوق الموجود تم تجديده بالنصف الثاني من القرن السادس عشر من قبل والي دمشق درويش باشا. سبب تسمية السوق يرجع لكثرة محلات القماش والحرير فيه. ما اختلف شيء، نفسه نفس الطقوس، نفس المبيعات، نفس كل شيء نفسه، ما اختلف ابدا. دائما بلاقي اي شيء بطلبه، دائما شيء بلاقي، كل طلباتنا بنجيبها من هون. سوق متنوع. فرق كثير كثير فرق السوق. يعني اول كان في حركه، كنا مثلا سوق الايشاني تعديت او هالسوق اللي صورته سوق الحرير، تمشي من اول لاخر بدك ربع ساعه لتخلص السوق. هلا تكه ثلاث ثواني اربع ثواني تكون طالع من السوق. كان زحمه، كان في حركه، كان في غير هالجو الموجود حاليا للاسف. يعني هذا سبب، تعرف انت الوضع اللي عايشينه نحن، هذا هو السبب. وبجوار السوق يقع خان الحرير الذي كان يتميز بحسن ضيافة الزوار، فكان التجار القادمين إلى بلاد الشام يمر بخان الحرير ويأخذون قسطا من الراحة، ويقدم لهم واجب المبيت بالخان لعدة أيام. هلا هذا كان خان الحرير، هذا معمر من شي 550 سنة، معمره درويش باشا المعمر جامع الدرويشي. هذا كان زمان منزول، يعني هو مثل الخان، مثل الأوتيل، يعني يناموا فيه، يحطوا تحت الخيل تبعون، وفوق منامات، عندنا غرف كلها عبارة عن منامات، يعني مثل منزول اسمه، مو أوتيل، منزول كان. طبعا الأيامات اختلفت، تغيرت كلها، صار محلات كلها، سوق الحرير برا يعني مشهور، هذا بالكلف النسائية كلها، كلف الحرير كانت وكذا، سموه سوق الحرير، وهذا اسمه خان الحرير. خان الحرير كمان كان فيه يتعاطوا قماش الحرير وقماش الساتان، قماش كذا، يبيعوا يعني الكلف، وكلف النسائية كانت للخياطة، للخياطات كذا. طورت الأمور، صارت اليوم في شيء جاهز، يعني غلب على الخياطات، صارت قلوا الخياطات، يعني ما التغوا بس قلوا. هلا أنت بتلاقي بدك شغلة بتلاقيها جاهز أكثر ما تفصلها، كنت زمان تفصلها، هلا صار في شيء جاهز. هلأ الجاهز كلها فيه، كلها الكلف النسائية كانت عبارة عن دانتيل، طرشون، تنتنة، هدول الشغلات اتطورت، صارت فيه هلأ الخرز.
يسعد اوقاتكم. عن جديد، ظواهر فلكيه عم تتالى وراء بعضها. من حوالي يومين يا مشلين شهد العالم ظاهره القمر العملاق الوردي، واللي كتار مننا ما بيعرفوا شو اسبابها وشو سبب تسميتها بهالاسم وحتى شو ممكن نستفاد منها اذا لها فائده. تماما ورد، وهي تعتبر ثاني ظاهره للقمر خلال العام الحالي بعد ظاهره القمر الدودي اللي ظهرت الشهر الماضي. لحتى نعرف تفاصيل اكثر عن هي الظواهر بيسعدنا نرحب برئيس الجامعه الفلكيه السوريه الدكتور محمد العصيري. مساء الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. اوقاتك مثلين ورد الحبيب صديقي الاستاذ. اهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. رمضان أهلا مبارك فيك، وتحية لكل أفراد الجمعية الفلكية السورية من خلالك. القمر الوردي شو قصته؟ يعني هلا هو القمر الوردي، بدنا نحكي عن القمر الوردي بهالروائح الذكية هون. مع الشيف. مع الشيف بوجه له تحية طبعا. فعلا ظاهرة فلكية كانت كثير فريدة وجذبت عدد كبير من المتابعين والمشاهدين حول العالم، وفعلا كانت مميزة جدا. يوم 27 نيسان كان القمر بأقرب نقطة له من الأرض، بأقرب نقطة لأول مرة بعام 2021. وبالتالي ظهر القمر أكبر ب 14% من حجمه الفعلي وأكثر إضاءة بنسبة 30%. القمر العملاق حدث بنيسان، ونيسان هو فصل الربيع، وبالتالي بفصل الربيع تبدأ الزهور بالنمو في زهر محدد لونه وردي، فلوكس اسمه. هذا الزهر دائما لما يكون القمر العملاق، بوجود هذا الزهر الوردي تحديدا يطلق على اسم القمر القمر العملاق الوردي. اذا لم يظهر او لم يظهر القمر باللون الوردي، لا، سمي وردي نسبة إلى الزهور التي تتناغم مع ظهور هذا القمر الجميل جدا في سمائنا، وهو أول ظاهرة من ظواهر قمر عملاق قادمة أروعها الشهر القادم بأيار. بأيار الشهر القادم اللي هو بدر شوال، بدر العيد، حيكون أقرب نقطة له للأرض. يعني اللي فات مشاهدة القمر العملاق ب 27 نيسان ما راح عليهم بعد شهر. في بعد شهر في عندهم بأيار تقريبا بآخر أيار ب 26 أيار قمر عملاق أكثر كبرا أو حجمه حيكون أكبر من هذا القمر. هذا القمر كان بعده 357 ألف كيلومتر، متوسط بعد القمر 384 ألف، وبالتالي هو مقرب تقريبا 20 ألف كيلومتر. فبأيار لا حيكون أقرب كمان بألف كيلومتر، حوالي 356 ألف كيلومتر. هاي الظاهرة بتجذب أولا الفلكيين، نحن بالمرصد الفلكي السوري كنا مستمتعين بهالظاهرة، عم نرصد تفاصيله. عم نشوف الصور تماما دكتور على الشاشة، هي كلها من المرصد. نحن افتتحنا المرصد ب 20 آذار، فجايبين تلسكوب كبير ومميز، فقدرنا نحن ناخذ حتى تفاصيل القمر. يعني نحن هون عم نعرض صور العامة، لكن في عنا أيضا صور خاصة لسطح القمر وتضاريس القمر. يعني لما يكون القمر عملاق بيعطيني صور لتضاريسه، لجباله، لوديانه، لخصائص كاملة عن سطح القمر، حتى بعض التفاصيل الحلوة جدا يلي بتسحر الإنسان. يعني مثل ما رمضان بيجمعنا، فعلا السماء كانت بنيسان، سماء رمضان خلينا نقول عنها جمعتنا بعدة ظواهر فلكية، أهمها وأولها كان القمر العملاق. فعلا المصورين الفلكيين، هواة الفلك، الناس لقينا في اقبال كثير كبير على هالظاهره، وناس في بيوتها كانت عم تطلع على البرندا تصور وتبعث لنا انه انا صورت. شهد بالعين المجرده فعلا. تماما. لا، والمفارقه انه لما يتصور بالموبايل استاذ ورد الحبيب الصوره بتطلع صغيره، بيطلعوا عليه بالعين المجرد يا الله كبير، تطلع بالموبايل صغير، لانه الموبايل ما في تقنيات الكاميرا الفوكس والعدسه، فبتفاجئوا من هالقصه. فكانت نوع من الطرافه انه كيف انهم بيطلعوا عليه بالعين المجرد بيلاقوه كبير، بيصوروه على الموبايل بيرجع صغير. فهي مشكله، صحيح، ما في ظاهره غريبه. دكتور محمد، يعني هي الظواهر عم نشوفها متتاليه، مثل ما حكينا القمر الدودي، هلا القمر العملاق الوردي، وكمان بايار عم تقول كمان رح يظهر القمر. شو هي يعني الاسباب لهي الظواهر اللي عم تصير، الاسباب الكونيه اذا فينا نقول؟ تماما. هلا هي بالنسبه للظواهر، بالاضافه للظواهر في عنا شيء كثير حلو، هي الاحداث الفلكيه ايضا عم تتسارع. يعني امبارح تحديدا بالامس الصين اطلقت محطه فضاء صينيه، اول قطعه من محطه فضاء صينيه خاصه فيها، طيارة هليكوبتر أرسلتها ناسا إلى المريخ، أول طيارة هليكوبتر درون هليكوبتر على 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 المريخ، كان إنجاز كتير كبير. وفاة مايكل كولينز عراب، أو وصول أول إنسان إلى سطح القمر بأبولو 11. أحداث أخرى المشتري، المهمة الفضاء الأوروبية للمشتري، إضافة للظواهر الفلكية تفضلتي فيها مشلين. نعم، السبب نقطتين. السبب الأول هو تطور مواقع التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام. وسائل الإعلام اليوم صارت عم تغطي بشكل أكبر وأكبر على الأحداث والظواهر الفلكية اللي عم تجذب ناس أكثر وأكثر. هي ناحية.
الناحية الثانية فعلاً عم نلاحظ أنه في زيادة خلينا نقول بتواتر الأحداث الفلكية. دائماً بكل فترة وفترة تزداد وبتنقص الأحداث الفلكية. هالعام نحن عام 2020 كان خلينا نقول شوي بخيل بأحداث الفلكية، عام 2021 ممتاز بأحداث الفلكية المتعلقة بالقمر العملاق بالهطل الشهابي. نحن على موعد بآب بهطل شهابي هو الأميز، حيكون بتاريخنا، ودعوة إلكم تشاركونا هيك نطلع على السماء ونعد شهب رائع جدا بآب. لكن بالمقابل نحن محرومين هذا العام من الخسوف والكسوف، فإذا عم يكون شيء على حساب شيء. بكرة عنا اقتراب كويكب من الأرض على بعد 14 ضعف المسافة بين القمر والأرض، يعني ما بيأثر، لكن أيضا ظاهرة فلكية رح مواقع التواصل الاجتماعي رح تحكي عنها. يعني ما وصل النيزك؟ لا 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 لسه ما وصل، لسه ما وصل النيزك، لأنه كل مرة بيصير ظاهرة فلكية بنقول قربت هيك بنقرأ على السوشيال ميديا. صحيح. يعني لا من باب الدعابة لسه. أنا بطمنك أستاذ برد، غالبا إذا تنتهي الدنيا ما رح تنتهي بنيزك، لأنه في مؤسسة علمية هي مؤسسة دراسة أخطار الأجرام السماوية على الأرض وسوريا عضوفية، هي بتدرس كل الكويكبات القادمة التي تهدد تهديدا وجوديا لسكان الأرض. لما هون 400 سنة ما في أي تهديد من أي نيزك على الأرض، لكن في عنا شغلات بلاوي تانية، الفيروسات فلن تنتهي الحياة بنيزك، متوقع أن تنتهي بقصص تانية. تمام، يعني النيزك يا الله هي اغسلوا ايدكم منها. طيب نروح لشيء ثاني، في ظواهر اقتران كواكب مع بعضه عم تصير. صحيح. شفنا من فتره المشتري مقترن يمكن مع زحل. صحيح صحيح. وهلا شو رح يصير؟ نفسه المشتري مع زحل رح يرجع اللي فاته كمان هذيك المره، في اعاده، حتكون الاعاده باخر رمضان، لكن قبل كان ايضا مع ظاهره القمر العملاق الجميله كان في عندنا احتجاء او اختفاء المريخ خلف القمر. للاسف هي الظاهره تحديدا لم تشاهد ببلدنا، لانه نحن كانت حدوث هذه الظاهرة الشمس طالعة عنا، لكن دول العالم شهدت اختفاء المريخ خلف القمر، فكانت ظاهرة جميلة جدا جدا. الآن نحن مقبلين مع النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، يعني اعتبارا من خلينا نقول 1 أيار أو 2 أيار القادم، مع بعد ما نخلص السحور ونخلص أكلاتنا قبل أذان الفجر نطلع على الشباك، حنلاحظ القمر المتناقص، انتهينا من البدر، وعلى يمين لؤلؤة جميلة هي كوكب زحل أميل الحلقات بلون برتقالي، وعلى يساره للقمر مثل الإضاءة القوية جدا في السماء هو كوكب المشتري، حيظهر بشكل واضح قبيل الفجر بشكل جميل جدا، كثير حلو استاذ ورد استاذ مشتري. نطلع مثلا اطفالنا اخواتنا نقول لهم شوفوا هذا زحل، هذا الكوكب اللي له حلقات، امير الحلقات، بيتميز بحلقاته الجميله اللي بتدور حوله، من اجمل الكواكب اللي بيتم رصدها بالتلسكوبات، وهذا المشتري عملاق كواكب المجموعه الشمسيه، شايفين هذا الكوكب هو اكبر كوكب بالمجموعه الشمسيه، هو اللي بيحمينا من المذنبات والنيازك اللي عم يحولها لتوابع له، فكثير حلو انه نشرح للاطفال هي المعلومات، إضافة لأنه حيكون الأمر واضح معنا متناقص، فمنشرح للأطفال أيضاً أنه بلش الآن الشهر بالتناقص، رح ننتظر هلال الشهر الأخير من شهر رمضان المبارك اللي حيظهر مثل هذا الهلال. بدنا إياك تكون معنا دكتور لحتى أنت تشرح لنا هدول التفاصيل كلياتهم، معلومات مثل ما ذكرت، يعني مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب بأنه الناس بلشت تعرف هاي القصص، بلشت تنتظر هاي الظواهر ويلفتها النظر لإلها. بالمقابل في ناس بتقلك أنا يمكن ما بيهمني الموضوع شو تأثيره علي، فهل في تأثير إيجابي أو سلبي على البشر؟ هلا خلينا نحكي بالقمر العملاق اول شيء. لاحظي انه حتتفاجئي بمعلومه كثير مهمه على القمر العملاق بتفيدني انا كانسان، انا مالي فلكي، انا انسان عادي، وحد حكوا لي بالاعلام على قناه سماء انه في قمر عملاق، شو بستفيد؟ القمر العملاق مثل ما بنعرف احنا القمر بشكل عام بيمارس عمليه مد وجزر على مياه البحار والمحيطات، لانه السائل والغاز اخف من اليابسه. جسم الانسان 70% منه سائل، فعمليه المد والجزر التي تمارس على مياه البحار والمحيطات تمارس على جسم الانسان، فلما يكون القمر بدر بحالته الطبيعيه تزداد نسبه ضغط الدم عند الانسان. اذا كان القمر بدر وعملاق بيصير عندنا زياده بضغط الدم، مشان هيك بين قوسين في الافلام الرعب الخيال العلمي تبع المستذئبين وولف امتى بيطلع لما يكون القمر بدر 13 14 15 الشهر العربي. هي مو عن عبث، هي في فكرة علمية تماما، الفكرة العلمية قائمة على مبدأ أنه الناس اللي عندها ضغط دم مرتفع عندها مشكلة بضغط دمها، وإجا القمر بدر بيزداد ضغط الدم فبيسبب توتر في الدماغ ويحدث حالة من العصبية المبالغة التي قد تقود لا سمح الله إلى الجنون أو إلى فقدان التركيز وفقدان السيطرة على جسم الإنسان، وهي عندهم ضغط دم مرتفع، ولهذا
في الدول المتقدمة تتوقف عمليات القلب المفتوح عندما يكون هناك قمر بدر، وخاصة إذا كان بدر عملاق. أما يلي ضغط دمه منخفض بيشعروا بهذا اليوم إنه هن مرتاحين زيادة، كتير مبسوطين، في شيء مو طبيعي بحياتهم. يلي دمهم عادي ضغط دمهم عادي ما بيأثر عليهم كتير، مو حاسين بشيء. ممكن بيقولوا بتفتر دوريات الشرطة ببعض الدول اللي بيكون فيها القمر بدر، وخاصة لما بيكون في قمر عملاق مثلا. صحيح. دول اسكندنافية بكثفوا الدوريات لأنه بتكتر الجريمة 100% كمان هاي هذا هو 100% صحيح. هذا هو سبب ضغط الدم اللي عم يرتفع للدماغ، وبالتالي الإنسان بيصير عنده أكسجين زيادة بدماغه وبده يحرقه، فبيصير بيفكر بيقلق بيتوتر. تمام. ففعلا هي انا كتاثير بسيط، انا كميزه واحده مثلا، في عده ميزات في ظواهر اخرى ثانيه انا بستفيد منها. القمر نصف رمضان، انا من خلال بدر العملاق قدرت اضبط انه انا تماما بمنتصف شهر رمضان المبارك، وبالتالي مثلا اعرف هل دخولي صح او دخولي خاطئ لشهر رمضان المبارك. شو طلع معنا؟ لا 100% صحيح الحمد لله. تمام. فكمان عندنا قصص ثانيه، انا لما يكون القمر عملاق بستفيد منه في حاله الجذب لمهمات الفضاء. يعني سمعنا لما الفتره الماضيه كان شهدنا اكثر من حاله انطلاق الى محطه الفضاء الدوليه، القمر العملاق بيساعد ولو بالنسبه قليله لكن بيساعد. إذا في قصص كتير أنا بستفيد منها بوجود القمر العملاق. تمام. رسم الخريطة الفلكية، موقع القمر، الأنواء، هاي القصص. طيب. كلها. يمكن آخر سؤال بدنا نسألك يا دكتور، كل إمتى بتتكرر ظاهرة القمر العملاق وتفسير خليني أقول كوني؟ وين بتكون الأرض؟ وين بيكون القمر؟ المدار الإهليلاجي للأرض؟ شو النقاط اللي بيزور فيها القمر بأقرب نقطة؟ تمام. هلأ هي بكل تجي كل 3 شهور، هلأ 3 شهور عندنا نيسان أيار حزيران، وبتغيب سنتين ونص، فإذا 2.2، فإذا تتكرر بسنة واحدة مرتين أو ثلاثة وتغيب سنتين أو 2.5. القمر العملاق يحدث مثل ما تفضلت أستاذ ورد، الأرض القمر يدور حول الأرض بمدار بيضوي، فهذا المدار البيضوي الأرض إحدى محرقيه، فيشهد القمر نقطة ما هي أقرب ما يمكن للأرض ونقطة هي أبعد ما يمكن عن الأرض. في النقطة التي يكون فيها القمر أبعد ما يمكن عن الأرض بيكون حجمه صغير، ما بيظهر بوضوح. الجمال لما يكون القمر في الحضيض، أي في أقرب نقطة له من الأرض بهذا المدار البيضوي، بهالنقطة تحديداً بيكون الشمس، القمر، الأرض على مستوى واحد، وبالتالي الأرض ما بين الشمس والقمر، تعكس الشمس ضوءها على الأرض وعلى القمر فيظهر القمر تماماً بهذا الشكل الجميل البدر المنور. عندما يدور القمر، لما يكون عندي أنا قمر عملاق حتماً بعد منه رح يكون القمر المحاق في أبعد نقطة له من الأرض، وبالتالي نحن نشهد نهاية شهر تأخر بولادة الهلال. يعني مثلاً نحن شهر شوال نشهد تأخر بولادة الهلال عن الغروب، السبب أنه كان عندنا قمر بدر، وأيضاً بالشهر القادم عندنا قمر عملاق، أيضاً نشهد تأخر بولادة القمر من جديد. إذاً مدار القمر حول الأرض، هالمدار البيضوي الذي يدور فيه الذي يبتعد كل عام، هو اللي بيفسر هالظاهرة. تماماً. وكل عام عم يبتعد القمر عنا 5 سنتي بغضون 4 أو 5 مليارات سنة، الله يعطيكم طول العمر يا رب، نفقد القمر وما عاد نصبح نحن والقمر جيران. طلع من مدار الأرض. صحيح. بيصبح كوكب قزم. أستاذ محمد، يعني معلومات كتير حلوة، حلو إنه نعرفها، حلو إنه نطلع عليها ولو اطلاع. كمان بدي آخر شيء أسألك سؤال، في كتير عالم عم بتقول حديث، يعني قيل عن قال إنه هاي الظواهر يعني تكرارها هو دليل على إنه بده يصير في عنا زلازل، ما صحة هالحديث؟ كتير حلو. فعلا ارتباط أول شيء القمر العملاق مع الزلازل، هلا خليني أكون صادق معكم، ارتباط القمر العملاق مع الزلازل حتى الآن ما أثبت شيء علميا، لا يوجد ارتباط، لكن لا علاقة للظواهر الفلكية بحركة القشرة الأرضية نهائيا، لا يوجد أي ارتباط بين أي كوكب أو أي ظاهرة فلكية مع حركة القشرة الأرضية التي تعتمد على ما هو باطن الأرض، وبالتالي لا يعتمد على ما هو فوق سطح الأرض، وبالتالي لا تأثير. فإذا ما نسمعه على السوشيال ميديا من اقتراب زلزال مدمر وهذا كله إشاعات، لأنه الزلزال هو حتى اليوم الظاهرة الطبيعية الوحيدة الذي لم يستطع الإنسان حتى اليوم معرفة متى تحدث وأين ستحدث وكيف ستحدث. تمام. كله بإيد رب العالمين. تماما. كنتوا عم تحكوا قبل هاي إيمان بالقضاء والقدر، بنتمنى القضاء والقدر يكون إيجابي للجميع والظواهر الفلكية نستمتع فيها. شكرا لجهودكم بالجمعية الفلكية السورية، بتنورونا على هيك الكون الخارجي دائما، وحلو حلو نرصد الكون. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، ودعوة لكم دائما انه فعلا تتطلعوا وتتاملوا السماء لانه فيها شغلات كثير حلوه. كل عام وانتم بخير. شكرا لوجودك معنا. نعاد عليك يا رب. شكرا لك دكتور. يتزايد اقبال الصائمين على تناول الحلويات خلال شهر رمضان لاحتياج الصائم طبعا للسكريات والتعويض من اللي فقده خلال النهار
من سعرات حرارية. طبعاً كل بلد مثل ما منحكي بيشتهر وبيتفاخر بحلوياته وبطريقة صناعتها، فمثلاً بمصر إضافة لأغلب الحلويات الشرقية يلي بيتميزوا فيها بيتميزوا بحلوى اسمها أم علي، هي بتشتهر بشهر رمضان. فشو هي هالحلوى وشو قصتها وسبب تسميتها؟ خلونا نتابع. أم علي طبق حلويات مصري تجاوزت شهرته بلاد النيل ليصبح ذا شعبية بأغلب الدول العربية ولا سيما بشهر رمضان المبارك، لكن مذاقه الشهي بيخفي وراه قصة دامية من عمق التاريخ. يروى أنه طبق أم علي اقترن بمقتل حاكمة مصر شجرة الدر يلي ذاع صيتها بالآفاق. تسلم شجرة الدر لحكم مصر سنة 1250 ما عجب الكتار، فسارعت للزواج بأحد رجالها عز الدين أبيك لتدير أمور الدولة عبره، وصار أبيك بفضله أول سلاطين المماليك بمصر، لكن سرعان ما غدر فيها وبلش يتهيأ للزواج من ابنة صاحب الموصل والتخطيط لإبعاد شجرة الدر عن العرش، فما كان عندها غير إنه تقتله. لكن زوجة أبيك السابقة أم علي ثائرت لزوجها القتيل وأمرت جواريها بالانقضاض على شجرة الدر بحمامها والإجهاز عليها ضرباً بالأبائيب. واحتفاءً بتنفيذ انتقامها أمرت الزوجة المنتصرة بتوزيع فتة مصنوعة من الحليب والخبز والمكسرات على الناس ليصبح اسم الطبق أم علي. مكونات الطبق بسيطة، رغيف من الخبز يغلى بالحليب حتى يتجانس الخليط ويضاف له السكر وينكه بماء الورد والمكسرات والزبيب ويقدم ساخن. انتقل الطبق لبلدان عربية عديدة. ببلاد الشام بقي محافظ على اسمه وضافوا له الفستق الحلبي، أما بتونس فتحول لمرقوق بالحليب، بالعراق للخميعة، وبالسودان لفتة اللبن. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين مرة تانية معي. أنا كنت حضرت البيني مع كرونة البيني مع صوص الكريمة الفريش والحليب، أخذناها مع الكريمة صارت عندي مشربة تمام، حطيتها بالبيركس، حطينا جبنة الموزاريلا صارت جاهزة. الدجاج أنا محضره مسبقا على شكل مربع أسطواني هيك بيطلع معي بعد التقطيع، منزين فيه بهي الطريقة منوزعون. طبعا انا فيني ساوي كذا شكل، ما شرط شكل مربع، فيني ساوي مثلا دق الصدر الدجاج بين ورقتين نايلون، وفيني اعمله على شكل رول بهذا الشكل بيطلع معي بعد الشوي، فيني كمان اقطع رولات بهي الطريقه، كمان بضيفها نعمل اشكال من الدجاج، وفيني احط فيليه الدجاج مثل ما هي قطعه مثل ما هي بهذا الشكل مستكملة أنا لحالي. بهي الأثناء بدي ورجيكم شلون بنحضر البيتزا. اليوم رح أقدمها بيتزا مارغريتا محشوة الأطراف، بعد ما مدينا العجينة وحطيناها بالصينية، طبعا الصينية مدهونة بزيت الزيتون، نجيب الجبن ونوزعه على أطراف الصينية من الأخير بهذا الشكل، نخلي الجبن بهذا الشكل. هاي بنسميها بيتزا محشوة الأطراف، كل الشباب بيحبوه لما بتطلع من الفرن بتصير الجبنة تشط معهم على الأخير.
رح استكملها أنا كمان لحالي، بس رح ورجيكم شلون طريقة اللف بشكل سريع. نجيب هذا الطرف الزايد برا الصينيم منضبه عليها، طبعا بستعين بالمعلقة معلقة أكل لحتى لي أنا أكبسها لجوا بشكل تلزق معي، بسها وبشدها بهي الطريقة طبعا لنهاية كامل الأطراف بشكل نهائي. بعدين بنحط الصوص اللي طلع معنا بهذا الشكل، صوص البيتزا، بنوزعه على كامل صفيحة العجين، بنحط الجبنة وصار جاهزة لأنها تدخل بها الفرن. هلأ بدنا نحكي شوي عن عجينة البرك نفسها، هي عجينة البيتزا بس برك مشوية بعد ما رقيناها بشكل كتير رقيق تقريبا سماكة 2 ميلي. بستعين بعود صغير كوردون لأعمل شكل يليق فيها للبرك، طبعا بحطها على الزاوية بعد ما قصيتها طبعا 4 أجزاء. ناخدها بهي الطريقة وبنجمع الطرفين بهذا الشكل، بهذا الشكل بنجمعها نضمن انه الطرفين صار فيهم التصاق ماكن. بنجيب الجبنة البيضاء او جبنة موزاريلا او فينا نحشيها زيتون او فينا نحشيها لحم، شيء خياري. طبعا من الجزء الصغير هاد ببدأ اني لفها بهي الطريقة، صارت جاهزة برك عندي انها تكون مشوية تقريبا شكلها مثل الكرواسان. فينا هلا كمان نستعين بالزيت. طبعا هلا انا رح استكمل باقي قطع البرك، رح نساوي وحدة تانية مشان ما شافها. بنجيب قطعة الكوردون الصغيرة نجمعها للجزء العلوي، لزقت على هي، ناخذ وحده ثانيه. هلا اذا ملزقه على لوح الرخام او شيء فينا نشيلها ونرجع نحطها بهذا الشكل. بنجيب الطرفين وبنلصقهم ببعض بهذا الشكل، نضمن انه الاطراف تم الالتصاق بشكل كامل. مثل ما قلنا الحشوه خياريه، فينا نحط اي نوع حشوه، لحم، جبن، اي نوع جبن، فينا نحط زعتر، فينا نحط زيتون. طبعا من هذا الجزء الاخير ببدا اللف مشان يطلع معي الشكل اللي انا بدي اياه بهذا الشكل. مثل ما انا شايفين بتطلع معنا مثل شكل الكرواسان بهي الطريقه. هلا بنرجع لعند ورد وميشلين لبين ما انا انجزت وفوتت على الفرن ورد. يا سلام. بدها تقريبا كلهم بدهم مرحلة استواء، مدي تقريبا ربع ساعة للثلث ساعة، يعني ناطرين شايف نشوف الأشكال النهائية كيف رح تطلع مثل العادة. واليوم شيء مميز كمان، يعطيك ألف عافية. يشلين. شكرا شيف علاء. شيء مميز إيه، بس لنشوف بالتغذية هالمعجنات كلها وين مكانها، شو بده يصير فيه. أسئلة كثيرة واستفسارات بتخطر ببالنا حول بعض العادات يلي ممكن نتبعها بشهر رمضان المبارك والمتعلقة بفطورنا وسحورنا. اليوم رح نفتح مجال لنستفسر كثير عن هالأسئلة ونجاوب عليها مع اختصاصية التغذية الدكتورة صفاء الشيخ علي يلي راح تجاوبنا عن تساؤلاتنا. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم. مساء الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. مساء النور. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. مثل ما أنك شايف الشيف، يعني اليوم المعجنات، المعكرونة، وهدول الأشياء يلي فعلا دائما نحن منشوفهم على المائدة الرمضانية بالإضافة للمشروبات يلي بتكون موجودة. ممكن يكون الأكل ما نو صحي او هو يخلينا نحن نزيد وزننا، لحتى نضبط الموضوع يعني وصلنا لاكثر من النص، فنص الشهر المبارك لازم نحن يعني نبلش نضبطه اكثر للموضوع بما يخلص الشهر، احسن ما بالنهايه نلاقي حالنا سمنانين 10 كيلو مثلا او صحتنا بلشت تدهور. شو لازم نعمل؟ صح، وكثير اشخاص بيقولوا انه مرق اسبوعين من رمضان فخلص بنبلش بالحميه.
بالعكس، ولا في عالم بيقولوا انه بنبلش بالحمية بعد العيد. فنحن لا، اليوم بدنا نحاول نقول انه في اسبوعين لسه من رمضان تقريبا، يفضل نحن نستغلهم بطريقة صح وبطريقة ذكية لحتى نجي للعيد شوي نكون نحفانين او فارقين حالنا. وطبعا يكون صيامنا باخر اسبوعين مريح اكثر. تمام. طيب لنفترض انا هلا خبصت اول اسبوعين، الاسبوعين الثانيين شو ممكن اعمل؟ اليوم بدي بلش التزم، شو ممكن ساوي؟ هلا كثير من الاشخاص ببلش الافطار عندهم بعجله، فبتلاقيهم انه بدهم يشربوا كاستين مي ورا بعض، بعدين على التمر على السريع وفورا على الوجبات. فالمعده بهي الحاله كثير حتتكركب وحنحس بانزعاج هضمي. فدائما نحن بنقول نتروى شوي شوي، كاسه المي نشربها شوي شوي على مهلنا. دائما بننصح مع التمر ناخذ اللبن، معلقتين ثلاثه لبن على الافطار. اذا بجربوها الاشخاص كثير حيحسوا حالهم مرتاحين، ونحن مو متعودين على هي العاده، او ممكن نشرب حتى كاسه عيران. بعدين لما بدنا نجي ننتقل للوجبات الاساسيه، طبعا نحن بنعرف انه يفضل نبلش بالشوربه، بعدين سلطه، بعدين الطبق الرئيسي. بنستخدم اصغر صحن عندنا لانه نحن العين بتشبع اوقات قبل ما نحن ناكل الكميه اللي بتشبعنا فعلا. فنحن لا، يفضل ناخذ وجباتنا باصغر صحن لحتى نحس بالشبع قبل شويه وقت، وبالتالي بتصغر المعده وبتقل السعرات الحراريه اللي عم ناخذها. تمام. يعني حبيت كثير فكرتي انه اصغر صحن عندنا، في صحن فنجين القهوه بيمشي الحال، هذا كثير صغير، هذا نتركه للحلو. طيب دكتوره، خلينا نحكي عن العصائر والحلويات اللي كمان هي موجودة كثير على السفرة الرمضانية، وما تقولي لي إنه ما تاكلي أبداً، لأنه ما معقول الواحد ما يشتهي ولو قطعة حلو، أو بيكون كل نهار صايم فهو بحاجة كثير من السوائل فرح يشرب شوية عصير. ما بدنا نقول أبداً ما تعمل هذا الشيء، بس شو فينا نعمل لحتى نحافظ على وزننا ونحافظ على صحتنا بنفس الوقت؟ هلأ بالنسبة للعصائر، فنحن نقدر ناخد أغلب العصائر بس بطريقة صحية. كيف يعني؟ يعني تمر هندي مثلاً هو من المشروبات المشهورة برمضان، بس أنا بدل ما أني أجيبه جاهز وفيه كمية سكر عالية، فأنا بقدر ساويه بالبيت واستخدم محلي صناعي، سواء كان سكرين او ممكن سكر ستيفيا او عسل او دبس. فانا بكون اخذت التمر الهندي اللي هو مميز برمضان بس بتحلايه صحيه، وتجنبت السكر العالي. بقدر كمان اني اخذ العصائر المنزليه، يعني مثلا مثل البولو، ليمون ونعنع، ليموناده، الفريز، البردقان، بس اني انا اضيف عليهم، بنرجع بنقول تحليه صناعيه بدل السكر، الكميات الكبيره اللي نحن بنضيفها للعصائر. طبعا. اما بالنسبه للحلويات، فاذا بنقدر انه نقلل كميتها بكون كثير منيح، كمان باصغر صحن، باصغر هذا صحن القهوه. هلا صحن القهوه بالضبط، خاصه انه نحن باول اسبوعين ممكن اكلنا كل شيء بدنا اياه، اشتهينا المعلوك الناعم، حلويات رمضان. اذا بنقدر هلا نلتزم باخر اسبوعين بتكون اكيد النتيجه افضل. ودائما نحن بنقول ناخذ حلويات صحيه، عم نحكي عن تمر معجون بالشوفان، معجون بالمكسرات الصحيه، ممكن نحن ناخذ شوكولاتات كتحلايه مع فنجان القهوه، ممكن دائما نعمل الكيكات بس بطريقه صحيه باستبدالات ذكيه. يعني بدل ما اني استخدم الطحين الابيض بستخدم الشوفان المطحون، بدل من اني استخدم كميات كبيره من الزيت النباتي بستخدم كميات قليله من زيت جوز الهند او الزبده. طبعا بدل من اني استخدم السكر للتحليه بستخدم فيني العسل او الدبس، او ممكن اضيف موزه مهروسه لقالب الكيك فبيعطيني تحليه طيبه. حلاوه. طيب طالما عم نحكي عن السكر والحلويات، كثير من الناس بعرفهم بيستخدموا محلي صناعي، هذا الحبوب اللي بتجي العلبه فيها مثلا 1000 حبه، بيحطوا قنينة التمر هندي وبدل ما يحطوا لها سكر بيحطوا لها يمكن 30 حبة من هدول، صح ولا غلط؟ شو مضار استخدام المحلي الصناعي على مدى طويل؟ السكرين هي هي الفكرة فيه، إنه هو السكرين كمحلي صناعي ما له أضرار جانبية على جسمنا، بس الأشخاص بصيروا بياخدوا بكميات أكبر. يعني ممكن لو شخص بيحلي بالعادة بحبة، لما يعرف إنه هو آمن فممكن يستخدم 4-5 حبات، بيقول إنه هو ما بيضر. فلما الحليمات الذوقية بتتعود على الطعم الحلو حنفتح الشهية أكثر. فهي أول مشكلة باستخدام المحليات الصناعية، لهيك نحن بنستخدمها بذكاء. يعني نقدر قدر الإمكان نتناولها باعتدال بس كبديل عن السكر الأبيض. وطبعا الاشخاص اللي بيقدروا يجيبوا او يستخدموا سكر ستيفيا، هو محلي طبيعي 100% وامن طبعا، بس ممكن يكون سعره شوي اعلى من سعر السكرين. تمام. هو السكر اللي بيجي اسمر لونه شوي، مشان نفسر للي عم يشوفونا او انا عم بقول غلط، السكر البني هو مش مثل السكر الابيض، يعني نفس السعرات الحراريه بالضبط، ما بنستفيد منه. تمام. طيب خلينا شوي، بما انه حكيتي عن سكرين، يعني
الكتار من مرضى السكري كمان ورد بيعملوا نفس العملية، إنه أنا بدل ما أحط سكر بالشاي أو بالعصير أو بالقهوة بأي شيء بستعمل السكرين، هل هو آمن لمرضى السكر ولا لا؟ 100% السكرين أبداً ما بيحفز إفراز البنكرياس للأنسولين، فبنقدر نستخدمه بكميات آمنة لمرضى السكر. بس مثل ما تفضل ورد وقال، نحن ما بدنا نبالغ 30 حبة بالكأس 100% ما بدنا نبالغ باستخدامه. أوقات ممكن الناس إبريق الشاي يحطوا له 10 حبات أو أكثر بحكم إنه هو بده يتحلى. وكمان نحن بنقدر كحلويات ناكل الرز بحليب، المهلبية، هدول كلهم، بس بدل ما أني استخدم السكر الأبيض استخدم المحليات أو العسل يلي كمان هو يعتبر آمن. تمام، يعني رمضان كان السنة مريح نوعا ما رغم كان غير مريح بالنسبة لكتار. مثلا ما داومنا كجامعات أو كمدارس أو كقطاعات مؤسسات عامة غير أسبوع، هلا رجعنا عنا عطلة وبعدين رح يجينا عطلة عيد الفطر ينعاد على الجميع. وجبة السحور متعبة بالنسبة لكتار، أنا هيك عم بحكي، فبدي فيق واتسحر وارجع نام وما عم بقدر ضبط ساعتي البيولوجية. على السحور شو المأكولات اللي بتساعد على النوم بحيث إذا تناولتها ارجع نام فورا ما ارجع مثلا بدي فترة لهضم؟ الموز واللبن. موز حتى هو الموز بينعطى وبينوصف كثير للاطفال الصغار، طبعا اكثر من 6 شهور بده يكون عمرهم، لانه بيساعد على النوم. فانا بقدر اني اخذ اللبن مع مثلا نص موزه مع معلقتين شوفان، وجبه متكامله حتشبعني ما حتحسسني بالعطش. كمان الموز فيه بوتاسيوم، وبالتالي انا بقدر اني نام حتى جهاز الهضمي حيكون مرتاح لانه اللبن فيه الخمائر النافعه. وكمان بقدر اني استخدم الفريز، كمان الفريز بيهدي الاعصاب وبيساعدني اني انا ما اعطش خلال ساعات الصيام باليوم الثاني. تمام، الجفاف الجسم مثل ما حكيتي يعني ما بيخليك تحسي بالجوع او ما بيخليك تحسي بالعطش. الجفاف هو يعني من اكثر الاشياء الصعبه على الاشخاص اللي بيصوموا، وخاصه الاشخاص اللي هن اصلا ما بيحبوا شرب المي، ما بيحبوا شرب العصائر. فبتلاقي حتى وقت يأذن وقت يصير وقت الافطار انه يعني يا دوب يشرب هالكاسة المي وبينسى حاله باقي الوقت، فبصير عنده نوع من الجفاف. لحتى نتجنب هذا الموضوع شو ممكن نعمل؟ مثل ما قلتي يعني الصائم بصير بيتذكر المي على الفطور وعلى السحور، بينساها بكل فترة الإفطار لوقت السحور، بيشرب كاستين هون وكاستين هون ورا بعض. نحن ما بنعرف إنه بهي الحالة الكلاوي حتى بنكون عم نعمل عبء عليهم، فنحن بننصح دائما إنه كل ساعة ناخذ كاسة أو كاستين من المي. طبعا ما ننسى إنه نحن لما بنشرب عصائر فالعصائر تعتبر من السوائل، لما بنشرب لبن أو حليب كمان يعتبر من السوائل، بس ضروري أنا إني أقسم احتياجي من السوائل على مدار ساعات السحور كلها. كمان مهم إني أنا أتجنب على السحور شرب المنبهات، الشاي، القهوة. كثير أشخاص للأسف بتلاقيهم مع السحور بدهم ياخذوا شاي مع الحواضر، فنحن هيك بنكون عم نعمل إضرار للبول بالجسم، عم يبقى جسمي من جوا بحالة جفاف. فلهيك بنشوف برمضان البشرة بتتعب، بصير في عنا جفاف أكثر، ممكن سحوب بالوجه، خمول. 100% هي مو بسبب الصيام، بالعكس، بس هي بسبب جفاف، التجفاف اللي هو ممارسات خاطئة لألنا نحن. تمام، يعني شكرا لوجودك معنا، نتمنى هالمعلومات يستفاد منا كل اللي عم يتابعونا. أهلا وسهلا فيك، شكرا. رمضان لألكم. كريم نعاد عليك يا رب، وشكرا كثير لك، نعاد على الجميع بالخير. لم تعد مسألة التفكير والتخطيط للزواج ضمن قائمة الأولويات، وخاصة عند الشباب، فالأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة يلي عم يعيشها معظم أفراد المجتمع عم تمنعهم من أنهم يفكروا بهذا الموضوع. يعني ممكن سليل أنت وعم تحكي أنا عم هز براسي. موافق. مراسم الزواج تتطلب التقيد بأعراف وتقاليد من الصعب التخلي عنها، ابتداء من المهر والذهب والألبسة، حفل الزواج، وصالة العرس. ما بعرف، بدك تسألوا البنوتات إذا بدهم مهر ولا لا. أنت شو رأيك؟ بدكم مهر إذا يعني كان مثلاً؟ لازم، بس إنه ما كتير تتشرطي لأنه لن تتزوجي. إيه، لأنه عزيزتي لن تتزوجي فلا تتشرطي. إيه، والبيت والزوجية وفضية جرية الغاز وخلصت الكهرباء وعرفنا هالحكاية كلها. هالأمور صارت بحاجة لمبالغ مبالغ فيها كتير، خلت البعض يبتعد عن فكرة الزواج. بفقرة يوم بيوم رح نتناقش بهالموضوع. ايمت بدنا نفرح فيك؟ هذا السؤال اللي صار اليوم اي شاب بيهرب منه، واذا اضطر بيجاوب عليه بابتسامة ناشفة وبيقول مو وقتها. فاليوم اذا حابب تعمل عرس بدك تحسب حسابك بكذا مليون. طبعا لسه ما حكينا بموضوع البيت ولا السيارة ولا الولاد.
خلونا نسمع شو جاوب الشباب عن هالموضوع بالشارع. آه عيلكم وعيلكنا صاروا نسايب، آه وطاعت الرحمن نحنا التمينا. هو العمر المناسب للزواج؟ 32 33 سنة. 30 25 30 32 33 يعني ما في سن، ما صف استطاعة، بتفرق من طبقة لطبقة حسب الإنسان هو ثقافته، وأهم شيء يعني موارده الاقتصادية وثقافته الشخصية وهيك الأمور. 27 32 ولا سن يعني بال 30 والله ما بعرف أبدا. حضرتك مرتبط؟ لا. متزوج؟ لا. حسب أوضاعه مش مادية، يعني بدك تقول هلا عنا هون شباب سوريا مستحيل تتجوز بهالأوضاع هي، مستحيل لك العمر المناسب؟ والله الواحد يأسس مستقبله، يعني أكشو ما كان العمر المهم يأسس المستقبل. طيب أنت قادر اليوم تتزوج؟ لا. شو اللي بيمنعك؟ الغلاء. لا. شو اللي بيمنعك؟ جامعة، كتير أشياء ده ما صار، يعني أنا متجوز. تزوج؟ طيب تنصحي العزابي يتزوج؟ طبعا. والظروف الصعبة اليوم؟ الله بعين. أنا لسه مطول والله، بدي كتير. ليه؟ مصاري، موضوع مادي. ما في عندي العائق المادي، هو بيلعب دور كبير. في عندك كمان انه انت بدك تتعب مستقبلك لتوصل، يعني بدك تعمل شوية شغلات زيادة عن الوقت الماضي اكثر. لا حاليا لا حالياً. لا اسس حالي بشكل افضل. فيني اتحمل مسؤولية اكيد يعني. هلا مبدئيا دراسة. غيره؟ والاحوال المادية وهي. لا. لماذا؟ لاني عم بدرس وماني فاضي كثير. او نستنفس بالجامعة. مثلا كل شيء. حسب الأوضاع المادية طبعاً، واحد لازم يكون مأمن عنده سيارة، لازم يكون عنده بيت، لازم يكون عنده، يعني حسب الأوضاع. والفي شيء ما بيمنعك إنك تتزوج هيك؟ كل شيء بيمنع لأنه يا زلمة شو عم تحكي؟ ما في شيء بيستاهل إنه بهرب فوراً، بطير، أنا بطير فوراً. إذا كنت اليوم أنت حابب بنت وقالت لك تعال زوجني بالوضع الراهن، شو بتسوي؟ تقدم قدر المستطاع، بتقدم للبنت، يعني خلاص فهمها من الاول انه انا ماني قادر كفي او شيء هيك. بضل حاول روح تقدم لها. والله الا بعتذر منك، يعني ما بدي اربطك لانه هلا انا اموري الماديه ما بتسمح النوب يعني. لا اكيد لا لا، هلا بالاتفاق حسب نكون متفقين انا وياها يعني. اكيد ايه. روح تقدم لها حاليا؟ ايه. الرفض يعني بحاول روح اتقدم لها. شو بتعمل جهد على زوجك؟ طبعا. لل 30 بنحكي ما بتعرفين. ما معيش. بحاول اعمل المستحيل اقدم لها، يعني ماني جاي اضحك على العالم او هيك. في بنات اليوم بيقولوا نحن حنعيش معك على الحلوه والمره. في بنات الاصل؟ في لسه لا، اذا خليت خربت اكيد لا. هذا حكي عواطف كله. في مثل بيقول لك اذا فات الفقر من اذا فات الفقر من الباب يطلع الحب من الشباك. انا معه. لكان موجوده؟ موجود هذا الزمان؟ لا كمان لا. موجوده بتلاقي. ما ظنت. ما لا، اذا خليت خربه نادر كمان تلاقي منه هدول. هلا اكيد موجوده، ما بيخلوا طبعا يخبروا. هو عنده يا هو. انت انت مرتبط؟ لا لا ما مرتبط. وعدت لا لا قل لي، لا عن جد وعدت تتزوجها ولا لا؟ لا 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 ما مرتبط. كذب. قريبا ان شاء الله. الكاميرا بقول له هالحكي. اي شي 50 سنه ثاني يوم وعدها وما لك قدران. طيب شو شي 50 سنه؟ طيب انت متاكد انه هي حتنطرق؟ طبعا لا، ما في حدا بينطرق. طبعا لا ما تنطرق. طبعا لا. ممكن اليوم نحن نقلب الايه ونكتب نحن الخاص مغلق؟ هو هذا يفضل يصير. ما في جواب. ممكن ممكن لا. ليش ما هن بيكتبوها؟ لا انا مالي بنوب يعني بهالقصص. الله بيعلم. ممكن اي ممكن ممكن تقول لهم الصاع صاع صاع بلا. تفكر تكتبها؟ ايه عادي. لا هو ما يفوت على حسابات بنات ليبين معي اذا الخاص مغلق او لا. حلو. شايف حالك معناتها انت مرتبط؟ ايوه بالضبط. ما بنعملها نحن والله للاسف. اي والله لازم نحط لهم. يا ليش ممكن تكتبها؟ بكتبها ليش لا. إيه؟ والله بينحط، مو بس الخاص مغلق، تتسكر الصفحة كل شيء مغلق.
اليوم التقينا بكثير شباب وللاسف معظم الاجوبه كانت متشابهه، الوضع والظروف كثير كثير صعبين، ومع هيك الشاب السوري ما عم يوقف ابدا، فمنلاقيه يا اما طالع من جامعته يا اما رايح على شغله الثاني بعد ما كان خلص من شغله الاولاني، واكثر شيء زعجنا لما سالناه انه اذا البنت اللي انت بتحبها قالت لك تعال اطلبني اليوم شو ممكن يكون رده فعلك؟ الاجوبه كان فيها شوي من الحزن انه انا بدي بس للأسف ما بقدر. الحياة بالأخير بتمشي، شوية تنازلات من البنت، شوية شغل إضافي من الشاب، لازم الحياة تمشي. كتير صعب أو كتير بشع أنه نلاقي أو نوصل لمرحلة أنه تكون حالات الزواج لأنه لازم نتزوج، لا، هي قصة حب لازم تتوج بحالة الزواج. حركات الخاص مغلق و I don't work I'm a princess، خلينا نبطل شوي ونتساعد لحتى نمشي الوضع. يعني الروائح اللي طلعت من الفرن جدا ذكيه وجدا طيبه، المعجنات بالنسبه للصائم هي هيك بتثير الشهيه، فخلونا نشوف مع المشاهدين شو صار قدامنا. خبرنا شيف، قدمنا البيتزا، قدمنا كمان الاطباق الثانيه، جراتان مع الدجاج. اوكي، طبعا برجع بذكر الدجاج فينا نحطه كيف بتحب ست البيت تحطه، انه بس بتعرفني انا صار بحب الاشكال. صحيح، اشكال. نبلش بالبيتزا، شو رأيك محشية الجوانب؟ هلا البيتزا أنا عملتها اليوم مارغريتا، نحن بنعرف إنه البيتزا هي عبارة صوص مع الجبنة سادة اسمها مارغريتا. هلا طبعاً فينا نعملها فصول أربعة، فينا نعملها بالدجاج، فينا نعملها باللحوم الباردي، فينا نعملها أزواق بتبقى أزواق، بتاخد اسم المادة اللي بتنحط تنضاف لإلها. أوكي، بصير اسمها. والبرك المشوي طبعا فينا نعملها بكذا شكل، انا اكثر شكل بحبه هذا الشكل. هي مثل ورده التبوله اللي تعلمتها ديك المره، يعني بالبندوره. هو انا تقصدت اعملها على هوا مشان يقول لي ورد رجع عيدها. وعمل قطعتين، عمل قطعتين حلوين. فبدها تكون شوي رقيقه، بنعرف نحن البرك لازم تكون هشه شوي وعجينتها كثير رقيقه. تمام، بدي اسالك سؤال، في عالم بتحب انه هي تحطها بالفرن وهو صحي اكثر مشان ما تشرب زيت، وفي عالم بتحب لا تقليه قلي، نفس الشكل اللي عملته بينقلها؟ لا، هذا الشكل شوي صعب انه ينقلها، بينتزع شكله، بينتزع شكله، بجوز العجين انه يفتح على الحراره صحي اكثر. معلش، حاجه عم ناكل معجنات. صحيح، هي فكره كثير منيحه بالفرن. الطبق الثالث بالبيركس، الطبق الثالث هو مثل ما قلنا باستا، انا استعملت البيني، اخذناها مع صوص الكريمه الفريش. فينا نعملها بالبشاميل، بعرف التفاصيل لانه ما عارف لانه ما وقفت اليوم معك. في ستات بيوت بيعملوه بالبشاميل، البشاميل نحن بنعرفه مقدارين متساويين من الماده الدهنيه والطحين. اوكي، مع الماده السائله بجوز تكون حليب او مرق دجاج او مي. تماما، ناخذ الباستا فيه بنحطه بالبيركس مع الجبنه والدجاج. ويعطيك الف عافيه، شكرا كثير لك على الاطباق الشهيه اللي عم تقدم لنا اياها يوم بيوم. وبدنا نقول لكل يلي عم يشوفونا انه لهم بتكون خلصت حلقتنا لليوم، بكره مثل العاده الساعه 3:30 من هون لوقتها تبقوا بالف خير. تبقوا بالف خير، باي باي.